بسم الله الرحمن الرحيم. المضمضة. قد يسأل سائل: هل تؤثر المضمضة في الصوم ولا ما تأثر؟ إذا واحد يبي يتمضمض، هو صايم وحب يتمضمض لأي غرض كان، قد واحد يتمضمض لأجل الصلاة، قاعد يتوضأ حب يتمضمض، في مشكلة؟ ما في مشكلة. زين، إذا واحد تمضمض لغرض ثاني، واحد مثلا عطشان وحب يتمضمض، جاب له مثلا قلاص ماي بارد وقال خلا تمضمض، خلا برد على روحي وأطلعه، طبعا في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ أيضا ما في مشكلة. إذن المضمضة لأي غرض كان ما فيها أي مشكلة، ما تأثر في الصوم. نعم، لازم ما يبقي شيء، يعني إذا تمضمض خوي طلع اللي يبقى في الفم، ما يبقى بعد ماء أو بقايا ماء، لازم يطلعه. وبعض الفقهاء يذكرون أن الأفضل أن يبصق ريقه 3 مرات، هذا الأفضل، لكن عموما لازم ما يبقي شيء في الفم وما في أي مشكلة. ولكن أكو نقطة مهمة لازم نحط بالنا عليها، اللي قاعد يتمضمض نقول له احنا قاعد تمضمض حق شنو؟ حق الصلاة، خصوصا الصلاة الواجبة، أم لأجل العطش للتبريد؟ قلنا ما يفرق بالمضمضة، ولكن الشيء اللي بنقوله يأثر. شنو هو؟ إذا واحد وهو يتمضمض نزل هذا الماي بالغلط في جوفه، في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ نسأله، أنت قاعد تتمضمض حق شنو؟ حق وضوء الصلاة؟ ما في مشكلة، بالغلط نزل، خلاص بالغلط بعد وضوءك وصومك صحيح، ما في مشكلة بالصوم. ولكن إذا واحد تمضمض للتبريد، قلنا المضمضة ماكو مشكلة، لكن بالغلط هذا اللي قاعد يبرد على روحه بالماي البارد مثلا نزل هذا الماي في جوفه، نقول له صيامك صار فيه مشكلة، لازم تقضي هذا اليوم. يقول المضمضة ما فيها مشكلة، قلنا ما يخالف، لكن هذا الماي يوم نزل بالغلط أنت يجب عليك أن تقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان المبارك. وصل اللهم على محمد وآل محمد.